اهلا وسهلا فيكم من جديد. وبما انه احنا بالصيف ممكن نتعرض لحالات تسمم وخصوصا التسمم الغذائي لتفاوت درجات الحراره، واحيانا نوقع باغلاط كستات بيوت بحفظ الطعام لانه في تاثير مباشر وغير مباشر بتفاوت درجات الحراره وحفظ الاطعمه. رح يكون معنا بهذه الفقره المهندسه سميحه القبيسي، هندسه في علم الغذاء، لنحكي عن طرق حفظ الطعام وخصوصا في فصل الصيف. صباح الخير واهلا وسهلا. صباح الخير، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. يعني سميحه، بفترة الصيف زي ما قالت لانا كتير ممكن تترك الست البيت الطبخة نص ساعة تكون خربت، صح؟ مع انه بالشتاء عادي بنقدر نتركها طول اليوم ما عندنا اي مشاكل. قد ايه طريقه حفظنا للاغذيه ممكن تضرنا وتضر صحه اولادنا؟ هلا هو اكثر شيء يعني احنا دائما بنسمع التسمم الغذائي دائما متى بيكون؟ بالصيف. بالصيف يعني هو الصيف. من الامراض الشائع بفصل الصيف طبعا لانه درجه الحراره طبعاً. اعلى بتكون، والنهار بيكون اطول، صح؟ يعني هاي كمان بتفرق، فدائما لازم نلجا لحفظ الاغذيه. ودائما احنا يعني بستات البيوت اكثر شيء يعني دايركتلي ايش الثلاجه التبريد بالضبط. وطبعا مش بس احنا هلا لما بدي احكي ما راح احكي بس عن مطبخ بيت، احنا بنحكي عن منشاه كمان تجاريه، لانه اللي بده يمشي على المنشات التجاريه الغذائيه نفسها بده يمشي على طبعاً. مطبخ البيت مزبوط. سميحة بس هون خليني أسألك سؤال عشان نتوسع بالموضوع، هل الأدوات اللي نستخدمها كمان بحفظ الأغذية بتأثر وبتتفاوت حسب درجات الحرارة أو لا؟ لأنه في ستات بتيجي بتقول لك الطنجرة بتحطها بالثلاجة على طول، صحيح؟ أو بتيجي بتحط لك صحن زي ما هو مش مغطى بتحطه كمان بالثلاجة، صحيح؟ هلا موضوع إنه بس نحط الأكل بالثلاجة ممكن يخرب أصلا بالثلاجة، فعليا لازم يكون في اشتراطات وشروط ومش عشوائي لحفظ المواد في الثلاجة، حتى يعني نحافظ يكون شيلف لايف أكثر، نحافظ على جودة الغذاء ونحافظ على المادة الغذائية المفيدة، الفيتامينات، المعادن يكون موجودة أصلا ما تناثرت لما طريقة حفظ الأغذية. هلا حفظ الأغذية فعليا لازم زي ما حكيت يكون في عبوات صالحة لموضوع حفظ الأغذية. درجة الحرارة جدا مهمة بالثلاجة، يعني مش أي ثلاجة لازم موضوع نحط الغذاء. قديش لازم تكون درجة الحرارة لازم بالثلاجة؟ تقريبا يعني ما تتعدى الخمسة، تمام؟ يعني الأربعة ممتاز، أكثر من هيك أعرف أنه رح يصير في عندك تلف في المواد الغذائية. ونفس الإشي كمان المنشآت الغذائية، هلأ في بعض المنشآت بيحكي لك سبعة ثمانية، لا، الإشي الصح أو الستاندر العالمي لازم يكون من واحد لأربعة حفظ الثلاجة التبريد. من واحد طيب لأربعة. حافظات الطعام كلها صالحة لحفظ الطعام داخل الثلاجة ولا في نوعيات معينة لازم نستخدمها؟ لا طبعا مش كل إشي، يعني مثلا الفلين هذا ما بيصير اصلا، انسى انه تحفظ الاغذيه، هو اصلا بيعمل اكياس النايلون او الكياس التفريز. هلا اكياس التفريز شوف احكي لك، هو البلاستيك بشكل عام احنا ما بنرغبه، تمام؟ بس ما في عندنا حل بديل، يعني شيء احسن من شيء احسن من مثلا في ناس تلجأ للجرايد، في ناس تلجأ للقضيه، يعني هذا كله هو ما في بديل، بس احنا دائما بنحكي بازاز، احسن شيء التبربلات ازاز احسن. نعم. نعم. هلا بالنسبه لترتيب الثلاجه هو علم بحد ذاته ودراسات عالميه عليها موضوع انه ترتيب الثلاجه، ومش اي حدا بيعرفه، يعني ممكن هلا احكي يمكن هو سهل ممتنع انه بنعرف، بس فعليا لما تطبقيه صعب. لا هو صعب بصراحه، صراحه خصوصا لما يكون البيت فيه اطفال وباب الثلاجه ما بتسكر، الاطفال رايحين جايين كمان. بالضبط. هلا هو باب الثلاجه هاي هون مشكله كمان، صحيح. هلا ترتيب الثلاجه زي ما بنعرف رفوف، الرف الاول لازم او بكون، هلا الثلاجات الحديثه بكون لها غطاء من فوق، هاي مش هيك يعني، هاي انعملت لا نعم. فعلا للاكل الجاهز، يعني اللبنه، يعني البقايا الطعام، الكيك الزايد، زبدة، أي شيء. قصدك عن اللي بتكون مثل الدرج شفافة تحت الضوء على طول أول شيء؟ أيوة صح بالزبط. صح تمام. أو بغض النظر خلينا نحكي الرف الأول. الرف تمام. الأول أول شيء ليش؟ لأنه التبريد بيكون عالي جدا فيها، كثير بيكون عالي، يعني فعليا أربعة بيكون يعني غير عن اللي تحت. واحد اثنين، حتى هاي المواد ما في طريقة للمعالجة أخرى، يعني ما في طبخ بعديها، يعني لا بدك ترجع تطبخيها، ما في معالجة أخرى، فالبكتيريا بتكون يعني إذا تلوثت ما في أي معالجة تانية، فلازم هي إحنا عشان نبعد التلوث من المواد أخرى إلى مواد أخرى عشان ما يصير عندنا تسمم غذائي. فأشياء زي ما حكيت البقايا الطعام لازم يكونوا أول رف وما تلامس أي مواد تانية. وهل هذا الإشي كمان ينطبق على الفواكه المقطعة؟
هلا احنا بالصيف البطيخ ما هو فواكه تحتيها بطل صح. بطل الموسم فهو ما هو مش فواكه مقطعه احنا من من بنقسمها الفواكه المغسوله والفواكه الغير مغسوله او الخضروات المغسوله او المش مغسوله تمام هلا زي ما حكينا الرف الاول الطعام الجاهز الريدي تو ايت الثاني عندك الخضروات والفواكه بس اول شيء هلا اذا كانت الثلاجه رفوفها كثير بنقدر دائما بنحط الفواكه والخضروات سميحه اخر شيء بالصندوق بالصندوق بالضبط هلا استني خلينا نحكي عن الرفوف اذا كان في صندوق شيء ثاني هذا تمام هو اصلا مفروض على فكره الاجانب وهذا الحكي ما بيستخدموا الصناديق للخضروات بس لا انا مش قصدي على مبدا الصندوق انا قصدي انه باخر فهمي عليك رف بالثلاجه هو الفكره انه المبدا انه بدك تفصلي تمام بس هو صحيح يعني شو اسمه اوروبا وهيك ما بيستخدموه بيستخدموا الاشي ثاني على البحث تمام يلا تمام الخضروات والفواكه اذا عندنا رفوف او زي ما حكينا منشاه غذائيه او مطعم الى اخره الخضروات المغسوله اول شيء بعدين الخضروات الغير مغسوله وكذلك الفواكه زي ما حكينا عشان ما برضه يصير تناقل للبكتيريا او للجراثيم او الى اخره فبنحط اول شيء المغسوله انه احنا بنحفظ الاشياء اللي ما لها معالجه زي ما حكينا لا بتنغسل ولا بتنطبخ بعدين الخضروات المغسوله هلا هون اللحوم هلا ممكن ستات البيوت ما اصلا فعليا ما بتحفظ اللحمه بالثلاجه بس الا يصدف وزي ما حكينا المنشآت الغذائية أكيد بيحفظوا اللحمة بالثلاجة طبعاً أول إشي اللحمة إن كان خروف أو أي إشي تاني أو الراف تاني راف اللحم المفروم البرجر الكفتة هذا تاني راف تمام؟ معي؟ طبعاً والثالث راف الجاج ما بزبط أحط الجاج فوق ليش؟ لأنه الجاج إذا كان فوق اللحوم هو خطير حتى لو لفنا وغلفنا و... ما هو هلا انا بحكي ستاندر عالم شيء ثاني هلا عشان نمنع التقطير لانه الدجاج اذا تقطر على اللحمه حتى بالمعالجه يعني هاي دراسه جديده حتى بالطبخ المعالج درجه الحراره ممكن ما يروح عشان هيك بنخلي اخر شيء الدجاج هلا بالنسبه للصناديق اللي بتحكي عنهم اوكي هي اللي بيحكوا دائما الخضروات الجافه تمام بس هو برا صحيح بيستخدموه للتذويب تذويب الدجاج عشان لما ننزل من لحاله صندوق لحاله بصندوق لحاله صندوق طبعاً. لحاله هلا بالنسبه للتذويب هو شوي يعني هذا لحاله دراسه ثانيه طبعا التذويب زي ما حكينا صعب وبده دقه ولانه كيف التذويب يعني من النوع اللي هو اكثر شيء بقل التسمم الغذائي بالزبط. يعني اذا ما عرفت تذوبي هاي غلط يعني بالشتاء كنا نطلع مثلا الدجاج او اللحمه من الفريزر نخليهم برا لوقت ما نطبخ برا بس هلا يعني حراره الغرفه حراره المطبخ هذا غلط هذا غلط بس بالصيف لازم نحطها بالثلاجه كمان طلع غلط بالشتاء لا بالشتاء ولا بالصيف الاثنين ولازم قبل بليله مزبوط نطلعه نحطه بالثلاجه علميا كل كيلو باخذ 8 ساعات شوف كيف بيقسموها كل كيلو 8 ساعات يعني تقريبا كل 2 كيلو باخذ 24 ساعة واللي بيلجأوا للمايكروويف بنفس اللحظة ما هو خلي بما انه فتحت موضوع التذويب لازم التذويب ثلاث اشكال علميا اول شيء تحت مياه جارية يعني تحت مي هذا المفروض الصح مش نحطها ونتركها او اذا نحطها كل نص ساعة بدك تغيري ومش على درجة حرارة عالية مي باردة هلا ما حدا بيستخدم تحت مياه جارية لانه بدك يوم كامل يعني بالعربي الحنفية مفتوحة ما حدا يعني بدك تضلك مثلا 3 ساعات قبل ما تفك ما حدا اثنين اللي هي عن طريق الثلاجه اللي هي قبل بيوم بالثلاجه بنحطها بوعاء محكم وبغلاف محكم عشان زي ما حكينا نمنع التقطير بالثلاجه وليس بدرجه الحراره الغرفه شتاء او صيف لانه هي احنا بنكون منطقه خطره دائما درجه حراره الغرفه هي عباره عن منطقه خطره بتساعد على تكاثر البكتيريا صح تمام الطريقه الثانيه زي ما حكيت اللي هي طريقه الطوارئ المايكروويف المايكروويف فيه شغله اذا انا فكيت او ذوبت الدجاج او اللحمه بالمايكروويف اجباري لازم تطبخيها على طول ما ترجعيها طبعا ممنوع لانه المايكروويف ما بذوب بطبخ حتى لو انه كان من جوا السيرفس تبعه عباره عن طبخ فالقاعده شو بتحكي اذا بلشتي بالطبخ ممنوع ترجعي تجمدي تمام هلا هو ما بعرف يعني انا ضد هذا الموضوع انه اي شيء بتذوبيه بترجعي تجمديه
غلط كانت. غلط بس بيحكوا الطريقة المثلى يعني أو الطريقة اللي بتقدر ترجع فيها تجمد المواد اللي هي عن طريقة إذا حطيتيها في الثلاجة ورجعتيها جمدتيها ما فيها مشكلة بس هو بشكل عام التدريب ما بيصير مش صحيح بس ممكن فعلا الواحد يعني. يصير أصلا هي يعني إذا مثلا ذوبتيها بتقعد معك 3 أيام بالثلاجة 3 أيام طيب في ناس سميحة عادة بيعتمدوا موضوع التفريز بكل المواد الصحية والتغذوية اللي بيستخدموها في البيت بشيبوها الأغراض بهالفريزر بطبخوها الطبخة اللي باقي منها بحطوه بالفريزر بعملوا لحمة المي والجاج بدل ما يستخدموا زي ما بقولها مرقة الدجاج أو اللحمة بمسكوا بحطوا التفريز هل في طرق صحيحة للتفريز؟ شوف أحكي لك هلأ هو التفريز ثروة يعني موضوع الحفظ الأغذية هلأ هو ما في مشكلة بس أنت يعني كنفسيا هلأ المنشآت الغذائية نرجع نحكي المطاعم ما بتوفي معهم كل شوي يجيبوا إشي جديد التفريز أحسن حل عندهم يعني هل هو صحي؟ إيه؟ هلا هو صحي هو صحي بس بدي احكي شغله عن موضوع صحي الثلاجه والثلاجه والفريزر هو ما بيقتل البكتيريا هاي غلط هاي بس بتعمل ان اكتف بس بتوقف حركتها او تكاثرها بس بتوقفها يعني ما بتقتل زي الحراره او الطبخ حتى الطبخ مش كل شيء بحرق هلا موضوع صحي هو صحي عادي يعني ما بياثر بس يعني الطازه زي اللي مجمد لا طبعا الرز الطازه بس شوفي سميحه احنا بعصر السرعه وممكن ستات البيوت يضطروا يعملوا كميات لحتى ما يكون يعني بالزبط. في جهد زياده لانه انت شايفه الوقت سريع فممكن مثلا تعمل كميه معجنات تحطهم بالفريزر تعمل طبخه اكثر مثلا تفرزها ششبرك هاي الاشياء الكبه يعني ما بعرف اذا عن جد هذا الاشي صحي انه احنا نفرزه ونضل على مدار اسابيع نطول شوي شوي ونستخدم او نطبخ هلا بالفريزر معك تقريبا هو يعني الستاندر العالمي كانه 3 أشهر بس كانه هون بالاردن الغذاء والدواء شهر بس شهر. بعد هيك بتلف هلا ربات لبيوتهم بكونوا اشطر من تبعون المطاعم لانه عارفين شو فيه شو اللي داخل وشو اللي طالع طبعا طب هيك سؤال سريع 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 سميحة عادة هلا عم نشوف زي ما قالت هبة احنا بعصر السرعة في ادوات معينة عم بيستخدموها ستات البيوت حتى معها ماشين بتسحب الهواء انه هي طناجر بطبخوا فيها بسحبوا منها الهواء بحطوه بالفريزر وانس انه خلص صار اليوم موعد هاي الطبخة انها تنزل كاملة طبعا بتتسخن وبتتاكل زي كأنها فريش وطعمها بصراحة من تجربة حقيقية طعمها زي كأنه هلا انطبخت مدى صحة هاي الادوات اللي عم نستخدمها هاي قصدك طنجرة الضغط صح؟ مش مو طنجرة هي طناجر بنسحب منها الهواء بديش احكي الاسم التجاري بس هي طناجر معروفة يعني عرفتها طب هو منطق انه نحط اشي ألمنيوم او بغض النظر اي اشي معدن بالفريزر؟ لا هي مو طنجرة ألمنيوم هي بتكون شبيهة للبلاستيك او الازاز بس في لها ماشين خاصة بتسحبي منها الهواء اوكي هلا ما فيها اي مشكلة بما انه الغطاء او المادة الحفظ الاغذيه ما بتنتقل من الى الغذاء وما في اي تسممات فما فيها اي مشكله صحيح. بس زي ما حكينا احنا يعني الاكل جاهز الفريش يا جماعه الفريش هاي نصيحه لكل الستات ريحوا راسهم بدنا نشكرك شكرا لك نورتينا شكرا على كل هالمعلومات الحلوه وبتخيل بعد هالفقره اكيد كل ستات البيوت قامت تشيك على ثلاجتها تشوف شو لازم تعمل شو لازم هيك ترتب بالضبط لازم ندير بالنا على صحتنا طبعا طبعا انا دائما بحكي بيوم جديد انه احنا الاستثمار الحقيقي لنا صحتنا ويعني احنا بنطبخ دائما بحب والطبخه على يومين ما بتاثر بس طريقه حفظها كثير مهمه ديروا بالكم عشان الدنيا صيف نرجع بناكد عليكم هاي المعلومات شكرا لك مهندسه سميحه القبيسي على هذه المعلومات